اهلا بحضراتكم، برحب بيكم في حلقه جديده. النهارده في فيديو جديد هنتكلم فيه عن التخاطر الروحي او التليباثي، وهنتكلم عن ازاي نقدر باستخدام عقلنا الباطن ان احنا نجذب مسج معينه من شخص معين. يعني ازاي نستخدم عقلنا الباطن ان احنا نأتراكت او مانيفست سبيسيفيك مسج، مسج محدده من شخص محدد عن طريق استخدام التليفون وعن طريق استخدام عقلنا الباطن. طبعا ناس كتير جدا ممكن تشوف ان الموضوع ده صعب جدا او شبه مستحيل. انا كراشة بشوف ان علم الطاقة من العلوم المهمة جدا. It's like law of attraction، زي الجرافيتي كده، زي الجاذبية. معروف جدا انت لو رميت تفاحة كده فوق في السماء هتقوم ترخ نازلة تانية على الارض بسرعة. ليه؟ عشان في جرافيتي، في جاذبية. قانون الجذب هو ان انت لما تفكر في حاجة كويس جدا الحاجة دي هتتحقق وهتحصل كأنها رياليتي، او لما تفكر في الاند ريزلت او في النتيجة النهائية اللي انت فكرت فيه واللي انت تخيلته هيحصل بالظبط. طيب انا دلوقتي عايزة مثلا مسج من شخص معين، انا بحب شخص معين، معجب شخص معين، ممكن تكون مسج تبع شغل، حد من صحابي، اي حد احط في دماغه من دماغي محتاجة يبعث لي مسج معين. هل ينفع الكلام ده؟ طبعا ينفع. اول حاجة لازم ركز كل طاقتي على الموضوع ده. يعني انا هستخدم الانرجي بتاعتي وهستخدم الطاقة بتاعتي ان انا اتراكت او اجذب الشخص ده. طيب دايما مثلا واحنا دايما في بداية اي علاقة مثلا نفضل نقول ايه، انا مش هبعت للشخص ده لما هو يبعت لي، انا عايزاه يبعت لي الاول او عايزاه هو اللي يبتدي يبعت لي عشان ابعت له. طب هو هيكلمني ولا لا؟ ونبقى معدين مستنيين بقى ان هو يبعت لنا مسج بسرعة وكده. طيب اول قاعده هنعملها او اول خطوه هنعملها في المانيفستيشن او لو اوف اتراكشن سيكريتس ان احنا نعمل ديب بريث، اللي هو نفس عميق عشان اقدر افضي دماغي خالص، اريلاكس، اطلع اي نيجاتيفيتي عندي. التمرين نفس ده او البريثنج ده بيتعمل ازاي؟ اللي هو كده باخد نفس عميق قوي قوي وانا مغمضه لحد ما احس ان الهواء دخل لحد معدتي كده وخرجهم من بقي. اعمله مدة قد ايه؟ لحد ما استريح. اعمله 10 مرات لحد ما احس ان انا very relaxed، ان انا خلاص هادي وكل اعصابي كويسة. يبقى انا باخد نفس اللي هو شهيق، الهواء يدخل لحد بطني بخرجه من بقي. اوكي، ده بيعمل relaxation، بيعمل calming، بيهدي، وبيخلي ال عقلنا الباطن كده نضيف من اي نيجاتيفيتي او اي طاقه، بينظف بيشفي افكارنا. اوكي، فالديب بريث ده او النفس او التنفس العميق مهم جدا جدا ان احنا نعمله. ونعمله قد ايه يا رشا؟ نعمله زي ما تحبوا لحد ما تحسوا ان انتوا هديتوا. بعدين اختاروا مكان تكونوا بتحبوه. يعني مثلا انا بحب الكاوتش اللي انا قاعده عليها دي، بحب الكنبه دي جدا. ليه؟ فلافي كده وسهله. اقعدوا قاعده مريحاكم، ما تقعدوش وانتوا متنشنين، لا اختاروا قاعده تريحكم. اوكي، بقى هنختار مكان هادي، مكان بنحبه، مكان بنستريح له نفسيا، نعمل البريث اللي هو بتاع calming down او relaxation او الهدوء ده براحتنا. طيب بعد كده هتمسك تليفونك. اوكي، هتمسك تليفونك وتفتح الاكاونت بتاع السوشيال ميديا بتاع الشخص ده. يعني مثلا انتوا عاده بتتكلموا مثلا او بتشوفوا دايما انستغرام او بتشوفوا دايما ماسنجر او بتشوفوا مثلا تيك توك، وات ايفر، واتساب، ايه الـ ايه الـ ايه الكوميونيكيشن دايما ما بينكم، ايه وسيله الاتصالات ما بينكم. فهتبص على التليفون كده، تحط كل طاقتك وانت ماسك التليفون ده، طاقتك كلها تركز ان انت تفوكس الانرجي بتاعتك على التليفون ده. عايزاك وانت مغمض تتخيل مثلا ان الشخص ده ماسك الموبايل بتاعه، ماسك الموبايل وبيفتح الشات اللي ما بينكم او بيفتح الكونفرسيشن ما بينكم، وبيبعت لك specific message او مسج محدده. يعني مثلا هاي، وحشتني، اخبارك ايه، عامل ايه. imagine visualization يا جماعه، التخيل بقى. يعني انت تتخيل الشخص ده ماسك الموبايل بيفتح المسج، وتخيل الشات ما بينكو، اخر حاجه وصلت ما بينكو، وهو داخل يقول لك مثلا I miss you، وحشتني جدا، بتعمل ايه في حياتك. عايزاكوا تتخيلوا السبيسيفيك مسج كمان، يعني المسج اللي انت تتخيلها هي اللي هتتبعت لك، او انت عايزه يكلمك يتصل بيك. تخيل ان مثلا عارفين انتوا الرينج تون بتاعت الماسنجر او الرينج تون بتاعت الانستجرام ما بينك وبين الشخص ده، الشخص ده صورته نفس الصوره الموجوده على السوشيال ميديا طالعه،
وانت مبسوط الفيلينجز او المشاعر بتاعتك اللي هي لما بتحصل، لما الاوتكم او الحاجه دي تحصل مهمه جدا. عارفين انت لما تكون مبسوط كده وفرحان ومنشكح ان الشخص بتاعك ده بعت لك مسج او اتصل بيك او حصل كوميونيكيشن ما بينكوا، عارفين الفيلينجز دي، عارفين شعورك وانت مبسوط وفرحان ومنشكح كده. انا عايزاك تحس بنفس الفيلينجز، احساسك والايموشنز بتاعتك والفيلينجز بتاعتك مهمه جدا في النقطه دي. يعني لازم تانفولف مشاعرك، قوه مشاعرك بتاثر على السيرتينيتي بتاعت الموضوع. يبقى انت هت ايماجين صوره الشخص ده، الصوره بتاعت الايكون بتاعته بتاعت الانستغرام او عارفين انتوا البيك ايكون بتاعته على السوشيال ميديا، وهي ظاهره قدامك وهو بيتصل او هو باعت مسج، وكنتن التون بتاعت المسج جات لك وانت مبسوط وفرحان وسعيد ومنشكح، ومشاعرك لما الحاجه دي تحصل تحسها بجد كانها حقيقه، كانها واقع، كان فعلا هو بيتصل. وخاصه مثلا متخانقين ما بتتكلموش مع بعض، متخانقين مع بعض، عاملين بعض بلوكس، وهو بقى يتصل بيك فجاه يا على الحب بقى، تحس ان قلبك بيتنطط من السعاده. انا عايزك تحس بكده يا جماعه. لازم تثقوا في البروسس دي، لازم يبقى فيه سيرتينيتي، لازم يكون فيه يقين. لو جالك اي شك، الموضوع الشك بيقلل وخصول قوه التخاطر. انت مش بتعمل كده عشان تجرب، انت بتعمل كده وانت واثق وعندك يقين وعندك ثقة في ربنا سبحانه وتعالى ان الشخص ده هيحس بالمسج بتاعتك وهيسمعها وهيكلمك. فلازم تبليفو او تترستو البروسس دي او الطريقة دي. اوكي، يعني مثلا ما تقعدش تفكر ايه الهبل اللي انا بعمله ده، ايه الغباء ده، هو انا مجنونة يعني عشان اسمع كلام رشا ومراد واعمل تليباثي واعمل تخاطر، ايه الهبل ده، الكلام ده غلط، ايه عايز تقول ايه الغباء اللي انا فيه ده، هو انا غبي يعني، هو ده حقيقه وفي الكلام ده اصلا، ايه العبط ده، ده غلط. اوكي طيب، انا عايزاك بقى تتخيل كده كان في نور ابيض كده حوالين الموبايل كده بالراحه، عمال بيكبر 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 بيكبر، و يعني كانها نور ابيض بيشع كده حوالين الموبايل. بعدين اتبسط وافرح وحس ان انت سعيد بجد، وخلاص بقى امسي سيب موبايلك بعيد خلاص، ما تقعدش بقى ماسك بقى قاعد مستني ما اتصلش بيا، ايه ده ما بتتصلش بيا ابن اللذين، انا عملت التليباثي اللي رشا قالت عليه والتمرين عملته بنسبه 100%. ليت ات جو، في حاجه الاجانب بيقولوا عليها اسمها ليت ات جو، يعني انسى خلاص، ركز بقى في حاجه تانية، اعمل حاجه تانية، بس خليك متاكد ومتيقن وعندك يقين ان الشخص ده هتصل، يعني هتصل، يعني هتيجي، يعني هتيجي عبد العيل، عارفين انتوا الايموجي ده. فعايزك تكون مبسوط وفرحان وسعيد وممتن واحمد رب دايما. بصوا لما تعملوا اي حاجه في الدنيا دايما تعودوا تصلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام 10 مرات، تعرفوا ان انتوا كل ما بتصلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام بتقربوا على الحاجات اللي انتوا عايزينها. كثره الصلاه على النبي بتخلي دعوتك مستجابه. وكمان حاجه تانية ان انت تشكر ربنا دايما نقول الحمد لله دايما. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا ان شكرتم لازيدنكم. كان في واد كده عبيط كده كان بيعمل الفيديوز بيتريق على الفيديوز بتاعت علم التخاطر وقانون الجذب، والله العظيم بقاله فتره ما عملش عليا فيديوز يا جماعه. طيب يبقى انت هتركز الانرجي بتاعتك الانرجي اللي هي الطاقه بتاعتك والايموشن بتاعتك والمشاعر بتاعتك. لو عملت التمرين ده من غير ما تحس، من غير احساس، هتفشل. لو عملته انت عندك شك ان انت بتهبل كده اللي احنا يلا بينا هيا بينا نلعب، هتفشل. يعني في ناس كتيره جدا بيبعتوا لي يقولوا لي ليه بنفشل. على فكره الفيديو ده يا جماعه عملته اب اون ريكويست من بنوته جميله جدا، بتبعت لي مسج حلوه جدا على الانستغرام وطلبته مني، فاي ديد ات فور يو، بس انا مش فاكره اسمك، بس اي ديد ات اونلي فور يو بجد، يعني مش الاسم مش متذكره. يبقى لازم يحصل بليفنج، يقين، عندك طاقه ان الموضوع ده هيحصل. كل ما مشاعرك والايموشنز بتاعتك بتبقى صادقه وحاسس بجد، كل ما انت بتسرع البروسس اكتر. طيب انا عايزاك لما تخلص التمرين ده كانك بتحط ايدك على عينك كده، يعني تحط ايدك كده وتشيلها وتقعد ايه تشيلها بالراحه وتتخيل خلاص ان انت بتخلص البروسس. يعني ايه امشي اطلع بره الهاله دي تدريجيا، واعمل تمرين النفس برضو في الاخر كده، ده بيعمل ريلاكسيشن وبيخرجك. اوكي يا جماعه، كل افكارك ممكن تتحول لحقيقه، عيش النهايات، تخيل النهايات، ايماجين ايماجين ايماجين. انا اسمي نفسي رشا ايماجين ايماجين ايماجين، توقع، تخيل تخيل تخيل. والله العظيم اقول لكم اشهر مشاهير العالم وانجح مشاهير العالم
العالم، تخيلوا اللي هم موجودين فيه من قبل ما يحصل، تخيلوا ان هم اغنياء، تخيلوا ان عندهم برايفت جيتس، تخيلوا ان عندهم عربيات كتير قوي اعلى ماركات في العالم، تخيلوا عندهم دراسنز روم مليانه بفساتين ومليانه بدراسز والهدوم اللي هم بيحلموا بيها. الناس دي صدقت حلمها واشتغلت عليه. طيب بس يعني انا بص موضوع قانون الجذب ده هفضل وراك، ويعني هفضل وراك كل يوم هعمل لكم، انا زنانه اصلا جدا وبرسيستنت وما بزهقش، فاستنوني كل يوم فيديو عن قانون الجذب. بصوا هسيب لكم فيديوز كتير جدا تحت في الديسكربشن لو انتوا على اليوتيوب، اللينكات بتاعت كل السوشيال ميديا بتاعتي وهنا كمان. ويا جماعه لو سمحتوا ابداوا تابعوني على التيك توك عشان انا دخلت عالم التيك توك، هزهقكم تيك توك توك تيك توك توكات بقى، هبقى تيك توك توك قويه كبيره جدا. انا عجبني، انا لسه داخله جديده لعالم التيك توك عشان انا بتكسف يعني مش عاده، بس عجبني الحركات اللي بتحصل هناك. بس يعني ركزوا يا جماعه واعملوا كذا مره واعملوا انتوا عندكم يقين وما تزهقوش. وثانك يو، بحبكم جدا جدا. رشا مراد باي. قولوا لي يا جماعه جربتوه ولا لا، حصل معاكم ولا لا، وحتى حصلت معاكم بالصدفه وان حد كنتوا بتفكروا فيه مثلا ان هو بيكلمكم فعلا اتصل بيكم ولا لا. ثانك يو، باي، مع السلامه، احبكم جدا.